أنا تبيك مريم كرياسيون مود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسعادة وسلام. رسمتنا اليوم إن شاء الله رسمة عباية على شكل فراشة، إن شاء الله طرق الجميع. كل عنا على قصة دائري، فتحة صغيرة مطرز إلى جهة الحزام، كذلك عنا طرزتين جهة الذراعين، جهة اليمين وجهة اليسار، هابطة ونزلة حتى أسفل العباية، مزركشة ومزينة بطرزة الحرير. الألوان اللي اختاريتها اللون الأزرق السماوي واللون الأزرق تيركوا، كذلك هناك اللون الأصفر واللون البرتقالي. ممكن ترزيها باللون اللي كتحبيه انتي واللي تفضليه انتي، ممكن توضعي غير لونين، ممكن توضعي 3 ألوان، كيبقى اختيار لك انتي على حسب الذوق نتاعك وعلى حسب الذوق نتاع كل وحدة. نتمنى هاد الرسمة تروق الجميع. منساوناش من لايك اشتراك وتفعيل الجرس، ومن طبيعة الحال الناس للناس. بالتوفيق للجميع، مسيرة موفقة، في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.